يقول: لما بلغني موت يوسف القرضاوي خررت ساجدا شكرا لله عز وجل، فهل علي من جناح؟ ليس عليك من جناح. فموت مثل هؤلاء نعمة. قال الله عز وجل في شأن أهل البدع: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، سواء البدع المكفرة أو البدع المفسقة، ومن مات من أهل البدع مستراح منه. وقد سجد بعض السلف في مثل هذا الحال. وأما المخالفون لأهل السنة لا تبالي بهم، سيرون أن هذا من التشدد والتنطع، وأن هذا كان يخدم الإسلام والمسلمين، وأن هذا كذا وكذا. بل بعضهم أرسل لي برسالة يعني سب وشتم لا تليق: لو كنت مخطئا فضلا أن أكون مصيبا. يعني ليس برد علمي ولا حتى بكلام العقلاء، وإنما كلام السفه، يستحي الإنسان أن يتلفظ بالألفاظ السوقية التي ذكرها في رسالته. يعني القرضاوي ماذا قدم للإسلام والمسلمين؟ ماذا قدم؟ إذا جئنا للإنصاف ماذا قدم؟ اليوم كنت أطالع في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، يعني أشياء عجيبة. يقول في النصارى ما يسميهم نصارى، يسميهم بالمسيحيين، وهذا لفظ منتقد. ويقول بأنهم مسلمون بالثقافة، ويقول لا يطلق عليهم أهل الذمة لأنهم يتحرجون من هذه التسمية، ويجوز لهم دينهم استدلالا بقوله: لكم دينكم ولي دين. ويستدل بالتلطف بهم لقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يكره ما بعدها إلا الذين ظلموا منهم. المهم عجائب، كأنه متخصص للدفاع عن اليهود والنصارى، تخصصه، نسأل الله السلامة والعافية. هناك كتاب اسمه القرضاوي في الميزان، وكتاب اسمه إسكات الكلب العاوي يوسف عبد الله القرضاوي الأخير لشيخنا مقبل رحمه الله، ولشيخنا يحيى رحمه الله وحفظه، كتاب بعنوان شرعية الدعاء للكافرين والرد على القرضاوي المهين، لأنه ذهب إلى عدم ذلك. يدعو إلى المساواة بين الأديان، يدعو إلى نزع العداوة والبغضاء على اليهود والنصارى، يدعو إلى مسالمة النصارى وأنهم غير حربيين، يدعو إلى إيجاد عوامل مشتركة بين المسلمين والنصارى، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو المسلمين إلى الترحم على باب النصارى، يدعو المسلمين إلى السير على نمط اليهود والنصارى في الانتخابات، مدحه العاطل على باب النصارى، إظهار الأسى والحزن على موت يوحنا الهالك، هدم الولاء والبراء، يدعي أن الحياة تتسع لأكثر من الدين، يدعي أن عداوتنا لليهود ليست دينية إنما من أجل الأرض، يدعي أن اليهود والنصارى أتباع الخليل، يدعي أن اليهود والنصارى مؤمنون، تمجيده لإسرائيل، الانبهار بما عليه الكفار، يجوز بناء كنائس ومعابد في بلاد الإسلام إلى غير ذلك.